بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم مع درس جديد من دروس الرخصة الإيطالية من الألف إلى الياء. اسمحوا لنا في البداية نرحب بحضراتكم، وياريت لو مش مشترك في القناة تشترك الآن وتفعل زر الجرس عشان يوصلك إشعار بكل الفيديوهات الجديدة، وياريت تشير الفيديو عشان المعلومة توصل لكل الناس، ولو عجبك الفيديو ما تنساش تسيب لنا لايك وتعليق أسفل الفيديو. يلا بينا نشوف درسنا النهاردة. ما زلنا مكملين مع سلسلة كلمتين وبس. سلسلة كلمتين وبس سلسلة بنتعلم فيها حل الأسئلة بكلمة واحدة أو بكلمتين. السلسلة دي بتهم في المقام الأول الناس اللي ما عندهاش لغة. لو ما عندكش لغة ما تخافش، ما عندكش وقت كافي تذاكر برضو ما تخافش، عاوز المعلومة من الآخر تبقى السلسلة دي بتهمك أنت بالتحديد. النهاردة نتكلم عن جزئية جديدة في الباب 18. نشوف مع بعضنا موضوعنا النهاردة في الباب 18. هنتكلم عن كوميدي في إسري كيكويدا، كيف يجب أن يكون السائق. ده موضوعنا النهاردة، إزاي نقدر نحل الأسئلة. حل الأسئلة بالكلمات الآتية: بدوني الرجلين، سكريتسا الأمان، باتسينسا اللي هي الصبر، كومبورتامينتي تعاون أو العلاقة الكويسة، بريتشيدنسا الأولوية أو الأسبقية. دول كلمات اللي نقدر نستعين بهم في حل الأسئلة. شوف مع بعضنا كده الأسئلة. أونانشيدنتي أنكل باسا فولوشيتا، هنا برضو بيتكلم على علاقة السائق أو كيف يكون السائق على الطريق. كلمة بدوني هي موجودة معانا، ناخد بالنا طبعا من بدوني تبقى فيرو الكونديتشين. كلمة سوكريتسا برضو تبقى فيرو. ثلاثة الكونديتشنت كومبورتامنت فيرو. أربعة الكونديتشنت باتسنت اللي هي الصبر فيرو. خمسة الكونديتشنت كومبورتامنت فيرو. ستة الكونديتشنت اون فيكولي بريتشيدنسا فيرو. سبعة اونانشيدنتي باسا فولوشيتا. ندور بقى معانا على كلمة بدوني سيكوريتسا باتسنت كومبورتامنتو بريتشيدنسا، مش موجودة تبقى فالسو. 8 كي جويدا اون فيكول السواق، يعني ندور على كلمه الكلمات ديت مش موجوده تبقى فالسو. 9 كي جويدا اون فيكولي، ندور على كلمه بيتوني سكوريتسا باتسينت كومبورتامينتي بريتشيدنسا، مش موجوده تبقى الاجابه فالسو. 10 لووزو كوريكت الاستراده اللي هو السواق اللي يستعمل الطريق، بيتوني سكوريتسا باتسينت كومبورتامينتي بريتشيدنسا، مش موجوده تبقى فالسو. 11 لووزو كوريكت الاستراده برضه اللي يستخدم الطريق، بدوني سيكوريتسا باتسينتي كومبورتامينتو بريتشيدينسا، مش موجوده تبقى الاجابه فالسو. كده احنا حلينا 11 سؤال اللي ممكن يجي لنا على الجزئيه كوميدي في اسري كيكويدا، كيف يجب ان يكون السائق. حلناهم بالكلمات الاتيه: بدوني سيكوريتسا باتسينتي كومبورتامينتو بريتشيدينسا. شكرا لكم على حسن الاستماع وعلى حسن المتابعه، حتى القاكم في درس جديد. لكم مني اطيب المنى، والسلام عليكم ورحمه الله.